أيضا يسأل ويقول هذا السائل: أحسن الله إليكم يا شيخ، هل القراءة من المصحف الإلكتروني مثل القراءة من المصحف؟ لا بأس بذلك، كل ما يعينك على قراءة القرآن سواء كتابة المصحف أو على العالة الإلكتروني كما تسميه كله لا بأس به. تنظر الآيات من المصحف أو من غيره، من الشاشات أو الجوال أو ما كتب عليه القرآن. نعم.